احلينا دكتور علي اتفضل. نسمع صوت الفلاحين معانا على الهاتف. أوي أوي. الاستاذ حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، اهلا بحضرتك استاذ حسين، اتفضل. اهلا وسهلا بيكي واهلا بالدكتور الكريم. اهلا حسين بي، اهلا وسهلا يا فندم. طبعا دكتور انا سمعت بعض من كلام سعادتك، كلام محترم جدا، ربنا يخليك. وطبعا التوعيه مهمه جدا، لكن انا شايف طبعا دود الحشد اخطر واكبر من ان احنا نسيبها لموضوع الفلاحين، خاصة دودة الحشد الخريفي متشابهة تشابه كبير مع دودة الحشد الأفريقية. دي الدودة ديت احنا عارفين ان هي بتطير في الليلة الواحدة 100 كيلو، هي طبعا ظهرت من 1/5 وحتى الآن وزارة الزراعة ما فيش أي حاجة عنها، ما نعرفناش وصلت لغاية فين، ففي تخوف كبير لأن الدودة دي خطيرة بدرجة كبيرة جدا. اي نعم ان التوعيه مهمه جدا للفلاح، لكن الفلاح في حاله الذره، تعرف سعادتك ان الانتاج بيبقى قيمته بالنسبه للفلاح متدني شويه وبيصرف عليه قليل حتى الرش وكده، فخطوره الدوده دي لازم الدوله كلها تتكاتف بما فيها الفلاح والوزاره، عايزين نشره دوريه حتى ولو شهريه او كل 15 يوم، لان الدوده دي سريعه الانتشار خاصة في مصر مع وجود العاهل بتاعها اللي هو الذرة اللي هي بتحبه، وكمان درجة الحرارة المناسبة ليها، وإنها بتضع من 1000 بيضة ل 2000 بيضة، فطبعا دي هتنتشر بسرعة. فإحنا طبعا التوعية مهمة جدا، كلام حضرتك مظبوط 100%، لكن الفلاح مش بيسمع كل الكلام ده، وغير كده كمان الحاجات بتتشابه عليه، يعني عندنا حشرات كتيرة وعندنا ديدان كتيرة متشابهة مع دودة الحشد، فأنا يعني طالب أنا من وزارة الزراعة لاهتمام يعني أكبر شوية بحجم خطورة الدودة. طبعا احنا كلنا مع وزارة الزراعة وشايفين المجهودات الكبيرة اللي بتقوم بها والتوعية المستمرة، لكن أنا شايف إن خطورة الدودة أكبر من كده بكتير، وعايزين حضرتك نشرة نعرف الدودة راحت فين لغاية دلوقتي، أو الحشرة دي إزاي، يعني هي جت في أسوان في 1/5 وغايه النهارده لم تتحرك، عشان ما تطلعش اشاعات، لان انا سامع اشاعات من امبارح في دوده وصلت دينا، في ناس تقول لك في سوهاج مش عارف ايه، انا مش عايز الكلام ده يطلع غير من وزاره الزراعه كلام محدد، لان الموضوع خطير جدا وقد يؤثر على الصادرات المصريه وقد يؤثر على محاصيل كثيره، خاصه الدوده دي معظم المحاصيل الصيفيه اللي بتزرع في مصر سواء ذره او قطن او ارز في مرمى هذه الحشرة الفتاكة، اللي أعدائها الطبيعيين قليلين في الوقت الحاضر لأنها دودة جديدة علينا. بشكر حضرتك حاج حسين ابو صدام نقيب الفلاحين، وطبعا دكتور علي هيعلق على كلامك، يمكن بعض الكلام هو قاله قبل ما حضرتك تتكلم في هذا الصدد، قال ان فعلا في نشره، قال ان هي لم تنتشر الا في الاقصر واسوان حتى الان، قال ان في حملات استكشافيه، ولكن اترك له المجال لمزيد من التعليق، وحضرتك تسمعنا من التلفزيون، شكرا جزيلا لحضرتك.